شهر رمضان المبارك هناك تقرير خاص. احنا عادة يعني كل شهر بنزين بيوتنا ونزين الشوارع، لكن هذا التقرير راح يعطينا فكرة عن زينة رمضان. خليكم معنا شاهدوا. المناسبات السعيدة هي التي تجعل الإنسان محب ومقبل على الحياة، ومن أهم المناسبات في العالم الإسلامي والعربي مناسبات شهر رمضان الذي يمتاز بوجود أجواء خاصة به وتميزه عن باقي أشهر السنة، فتجد الناس يستقبلونه بالزينة والبهجة والسرور. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله، مع هالبهجة اللي شايفينها باستقبال شهر رمضان على أبواب. حاب أحكي لكم شوي عن الزينة. يعني إحنا الزينة نشتغل فيها تقريبا من 10 سنين، والزينة هي روح زي ما تحكي لاستقبال شهر رمضان، وبالذات عند الأطفال. يعني أكثر الأهالي بيجوا بيشتروها عشان يفرحوا أطفالهم ويهيئوهم لاستقبال رمضان وروحانيات رمضان والإيمانيات. طبعا هاي زينة رمضان ترمز لفرحة الأطفال، فرحة الناس، الكبير الصغير بفرح فيها، إشي حلو لرمضان. يعني بشكل عام أجواء رمضانية جميلة جدا. فانوس رمضان من أهم وأشهر رموز الشهر المبارك، وهو جزء لا يتجزأ من زينة ومظاهر الاحتفال بقدوم رمضان. ومن أبرز الروايات التي تتحدث فيه عن ارتباط الفانوس بهذا الشهر الكريم أن الخليفة الفاطمي كان دائما ما يخرج إلى الشارع في ليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال يخرجون معه ويحمل كل منهم فانوسا ليضيء له الطريق، وكانوا يتغنون ببعض الأغاني التي تعبر عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان. رمضانية حلوة، يعني الفانوس بعطيك جو رمضاني وبعطيك رحمانيات وشغلات حلوة، فعشان هيك تشتري فانوس، تشتري حبل إنارة بتزين فيها بيتك لرمضان. هلا احنا بشهر رمضان سبحان الله، يعني تلاقي العالم بتزين بيوتها الفوانيس رمضان زينة، هيك بتعطي البهجة لأجواء رمضان. والله شغلة هي حلوة كثير، يعني استقبال رمضان حتى بالحارة بالبيوت بالشوارع تلاقي مزينين البيوت حبال زينة فوانيس رمضان حبال الشلالات. لما تشوف هذول معلقات عندك على البيوت تحس انه خلص انت جو حلو رمضان وهيك إلى بهجة. وانا بصراحة ابني من امبارح وهو ماكل راسي، يا بابا بدي هلال بدي هلال، واعدنا ما يصوم الا بهلال، انا اجيب له هلال يا سيدي. جاي اشتري من هون عشان رمضان حلو، وجعبالي ازين رمضان بزين طول حلوة. لم يبقى لقدوم شهر رمضان المبارك الا ايام قليلة لنعيش فيه اجواء روحانية اسلامية بامتياز، ونحتفل بعودة هذه الأجواء مرة كل عام.